هذا سائل يقول: أثابكم الله، هل من كلمة توجيهية لحث الناس على الالتفاف حول العلماء والأخذ منهم، خاصة مع كثرة الأهواء وغلبة الاختلاف؟ هذا هو موضوع كلامنا الذي سمعتموه والحمد لله، فعليكم بملازمة أهل العلم وأهل الصلاح والاستقامة، حضور مجالس الذكر، حضور المحاضرات الطيبة، حضور الدروس المفيدة، ولو من طريق البث ما يبث، تابعها واستمع لها بالتسجيلات تنتفع بها، ولكن حضورك مع أهلها أحسن وأتم. نعم.